مش بس تحب غيرك، حب حالك ضروري. ايه حب حالك؟ لانه بس تحب حالك الحب من الداخل اللي بيعطي جمال من الداخل يلي بيعكس على جمالك الخارجي ويعكس على كل العالم يلي حواليك. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبرنامج عالم الصباح، وسؤالي على صفحة الفيسبوك هو تجربتكم بالحب، خبرونا اياها اذا خذلكم او نعنشكم حتى نحكي وناخد خبرات بعضنا بعد شوي مع بعض الكومنتس. أرض وورد وأسئلتكم المباشرة مع كندا. صباح الخير. صباح النور. صباح التفاؤل والحب، وانت لك دور كتير كبير بالحب غير الأحاسيس والمشاعر، القصص يلي بنهديها على الحب. يعني الوردة اللي نحافظ عليها والشتلة اللي نحافظ عليها وكله يستعملوا كتير بعيد الحب. مظبوط. واصلا اذا ما عندك هالشعور هيدا ما فيك تهتم بالنباتات. بس في جمله نسيت تقولها لانه في ناس بينسوها، قلت لا. ما بس تحبوا غيركم، حبوا حالكم. بس ما بس تحبوا حالكم، حبوا غيركم بس كمان. اه ايه طبعا. لا عم بقول انا مش بس غيركم، ناس بتنسى انتم كمان اكيد. لا طبعا حبوا غيركم، ولكن الواحد اللي يحب حاله بيقدر يعطي حب لغيره. اكيد من هون اللي بينبع من الداخل وبصير الجمال طالع لبرا، يعني صحيح انسايد اوت بيقولوا من جوا. كندو نحن دائما نحن اليوم ما رح نحكي معنا عن النباتات بعيد الحب. اكيد ما في لزوم اقول ورد احمر. صحيح. هلا اليوم بلش تمشي بالطريق بتشوف الورد الاحمر وين ما كان، بلش تشوف كل الفيترينات كل محلات الزهور لبرا مبين اللون الاحمر. نعم. واكيد هيدي شغله حلوه، شي بفرح هيك، بصير واحد بيتفائل، بصير بيقول ان شاء الله يكون هالدنيا مليانه حب قد ما انها مليانه لون احمر مثل ما عم بتقول. رح بلش باسئلتي، ويلي عنده اي سؤال ان كان على الورد ان كان على اي شيء ثاني اكيد بيقدر انه يتصل فينا مباشرة. وبدي ارجع اذكر انه فيهم يبعثوا كل الاسئله يلي بحبوا انه يبعثوها عبر الواتساب يلي صرتوا تعرفوا الرقم كمان وهو باسفل الشاشه. بليز بدي اسالك عن الحبق والمردكوش، شو لازم انه نعمل لحتى نضلنا محافظين عليهم؟ بيختلفوا كل واحد مطرح كل وحده شيء. بس عندك حبق او مردكوش؟ لانه انت لا. عندك مجموعه كبيره من صحيح النبتة. بس بتعرفي انا كان عندي مردكوش تزعت عنه، كنت مقرر خليها على شباك المطبخ حتى ابقى اشيل منها للكبه ولهالامور هيدي انتزعت. اوكي كثير نحن عارف كيف. اول شغله اللي بيختلفوا فيهم المردكوش والحبق انه الحبق ما بده كثير شمس، اذا بينحط بمحل منه كثير مشمس او يلي بيجي بس شمس الصبح يعني ساعتين ماكسيموم، والشمس الصباحيه مش الشمس الحارقه يلي كل النهار هلا شوي لقدام بلش الشمس تصير. يعني فينا نربيه بالشتاء او الشتله نهتم فيها بالشتاء؟ مزبوط. ما في مشكل، ما في مشكل بالداخل، ما في مشكل بتضلها. مهم انه يكون في ضوء قوي، يعني اذا بالداخل بده يكون في ضوء قوي، ضوء النهار. نعم. واصل لجوا بدون ما يكون في شمس مباشره. اذا كان موجود برا بده يكون شي محل منه معرض للشمس دائما، لان في كثير ناس بتغلط بين النعنع والحبق، بيختلفوا كمان عن بعضهم. نعم. النعنع بيحب الشمس كثير، الحبق لا، ساعتين من النهار كافي، وساعات يلي قبل الظهر هي يلي مفضله عن انه يكون بعد الظهر، خاصه اذا عم نحكي بفصل مشوي يعني ابتداء من ايار ورايح بصير شمس قويه عليهم بعد الظهر. ثاني شيء الحبق بحب المي، المردكوش اقل، المردكوش بحب الشمس وبدنا نخفف له مي لحتى يضل محافظ على هالريحه تبعوله، بده ينشف اكثر لحتى نرجع نسقيه، وبحب الشمس اكثر بكثير من البازيليك. فاثنيناتهم محلاتهم منا حد بعضها دغري ننتبه، البازيليك او الحبق نحطها بمحل منه مشمس كتير، اما بينما الحبق المردكوش بده شمس وبده مي اقل، بدي انطر لحتى ينشف تراب تقريبا. طيب المردكوش بيحمل السقعة؟ بيحمل السقعة وبيحمل الشوب. نعم. ما بيحمل الجليد، يعني انه اذا تلج عليه، بس بيحمل السقعة بضل مضاين. نعم. تاني شغلة اثنيناتهم بيتفقوا فيها هي انه وكل الاعشاب اجمالا هو انه كل ما تشيل منها كل ما افضل، يعني كل ما نشيل الراس تبعولها كل ما هيدا الشيء بخليها تكبر اكثر، كل ما تخليها تعطي ورق فريش اكثر،
وعاده الورق الفريش هو يلي بيكون بتكبر بالعرض أطيب. كمان مش بس بالطول، اذا كان ضلينا عم نشيل منه يعني دائما الراس تبع الحبقه او الراس تبع المردكوش او النعنع او اي شيء من هولي، الرومارين كمان دائما اذا بتشيل الطراف تبعولها بترجع هيدا الشيء بخليها تعطي عن جديد وراء خضره وطريه اكثر، وهي اللي بتكون عندها ريحه اكثر وعندها طعمه اكثر كمان. فما تخافوا انه تضلكم عم تشيلوا منها، لانه هيدا الشيء بالعكس بكبرها. اذا لا رح ترجع تزهر، بصير الراس عم بيزهر، وبس يبلش يزهر الراس بصير بينشف الكعب وبتصير ناشفه من تحت. نعم. فهيدا بدنا نسبقه قبل ما هي تسبقنا وتزهر. نعم. ناخذ اتصال. يلا خلديه، صباح الخير. اوكي عايزه اهدى شويه ماما. صباح الخير يا خلديه. صباح الخير، عم نسمعك خلديه، سمعتينا؟ الو. ايه صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. تفضلي، شو سؤالك؟ ايه نحن صباحكم ورد وياسمين وكل الورود. صباح النور، كيفك خلديه؟ الله يخليك يا رب، الحمد لله. تفضلي. انا على طول بحضركم. الله يخليك، شوفتكم. تسلمي. يا هلا، تسلمي. تفضلي. الحمد لله. قولي لي عندك سؤال؟ يمكن بس حبيت تعبر عن محبتها. ثانكيو لك خلديه، نحن دائما بنفتخر بكل مشاهدينا من كل انحاء العالم العربي. نور صباح الخير. الو. ايه نور تفضلي. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. انا على طول بحضركم وبنبسط بصباحكم هالحلو. الله يخليكي. ان شاء الله بتضلنا دائما هالاذاعه. تسلمي. 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 الله يخليكي. مشان شو في مشكلة بالخطوط؟ يمكن بلكي مع الشتاء يعني راح الاتصال جاي. حاولي تتصلي فينا نور، نحن بانتظار سؤالك. تاني سؤال على الواتساب. اوكي، عندي سؤال كتير مهضوم بس ما عندي اجاوب عليه، رح اقول لك شو هو السؤال، ما بعرف اذا حدا بيقدر يساعدنا فيه. ممكن تخبريني شو هي النبتة يلي بتمتص الرائحة التي تنتج عن وجود كلب بالبيت؟ انا جربت، هلأ جربت حسب معلوماتي ما عندي جواب لهالسؤال، جربت اعمل سيرتش كمان ما قدرت لاقي نبته تشيل ريحه الكلب بالبيت. هلا في كثير بينصحوا انه دائما وجود نباتات اصلا بتعطي ريحه، يعني ان كان الياسمين، ان كان الحبق، ان كان الرومان، كل هيدول بس بضل في بالبيوت يلي فيها يلي بيربوا فيها. هلا نرجع نكمل قبل ما تروح نور. يلا. نور تفضلي، سوري انقطع الاتصال. اهلا وسهلا، تفضلي. بتعمل معروف، بدي اسال عندي على البلكون بعدهم من الصيفيه، عندي زهور الخبيزه بعدهم لهلا مزهرين من اطرافهم، بس شوي فيهم شوي يابس من اولهم، بس هلا كثير عم يفرخوا، لازم قصهم كلهم حتى يفرخ كله جديد ولا بتركهم وهن بعدهم خضروا عم بيزهروا؟ اوكي. وبس ايه تفضلي، عندك بعد سؤال؟ ايه بس بدي اسال سؤال ثاني، الجردينيا والفل هلا ببلش احط لهم الكيماوي والمغذيات ولا بعد شوي؟ اوكي، فينا نبلش ابتداء من هلا، هيدا لتاني قسم من السؤال، فينا نبلش ابتداء من هلا نحط مغذيات، خاصة إذا هن بمحل ما في جليد مثل ما عم نحكي قبل شوي، أو ما في سقعة زيادة، إيه صار لازم إنه نبلش بالمغذيات، عادة من نص شباط ورايح فينا إنه نبلش نعطيهم مغذيات. هلا بالنسبة للخبيزة كتير منيح إنه بعدها عم بتزهر، معناتها إنه مهتمة فيها منيح، التشحيل ضروري إذا كان بدك إياها تضل عبية على بعدها، عم تقولي إنه عم تنشف من الكعب مثل ما فهمت من السؤال. فينا انه نشحلها، بترجع بتفرخ. الخبيزه من اسهل انواع النباتات، عم نحكي عن الجيرانيوم، من اسهل انواع النباتات انه ترجع تفرخ عن جديد، هيدا وقت كثير منيح كمان. بعد معقوله يجي عندك سقعه انت على الساحل؟ انا بالمتن قرنه شهوان، يعني اعلى شوي شي 400 متر. اوكي، يعني ما في خطر انه يصير في برد اكثر من يلي مرق، صار فينا نبلش نشحل، فيك تنطري بعد
حوالي اسبوع بس تيرجع يركز الطقس، ومنشحل والخبازه بترجع بتقلي عن جديد. هلا ما توصلي للمحل يلي كثير منشف، جربي انه يضل بعدهم الاغصان يلي هي طريه او نص طريه هي يلي تتشحل، بس انت بتشوفي وين الطول يلي انت بدك اياها ترجع تفرخ منه وبتشحلي منه. اليابس بينشال يمكن ده؟ اللي بالخبايزه اكيد. اذا على الاطراف. اذا على الاطراف بينشال، وحتى بالنص كل الاغصان يلي هي بتحسيها ضعيفه مثلا او بتحسها ضعيفه بالخبايزه وبحيالها نبته ثانيه فينا نشيلها من الكعب، وهذا الشيء بالعكس بشجع الاغصان الثانيه انها تقوى اكثر. والاغصان يلي بتحس انه هيدي اللي بدك اياها انها هي بينطبق على كل النباتات وشدود؟ ايه ايه على كل النباتات. ايه بركي لازم كمان نعمل ديمونستريشن، بس الاغصان يلي بتحسها هي القويه هي اللي بتشحل بالمحل يلي انت بتحس انه بدك تخليها تفرخ، واللي هي ضعيفه فينا نشيلها من كعبها بيكون افضل. انا بدي اقول لك انه نصيحتك بالنسبه للاوركيدي انه نشيل العود وخليه يتفرخ من فوق شوي من العقده مش عم تفرخ. مريم صباح الخير. صباح الخير. تفضلي مريم. بدي اسال عن المردكوش لو سمحتوا. اكيد. هلا لما بتكبر بصير الغصن تبعها يبذر. مزبوط. هلا هون انه انا مثلا بقصها، اكيد لازم اقصها، بس قصها بتيبس. اوكي، بس هو قبل ما تبلش تعطي. نعم. قبل ما تزهر. نعم. وبعدين تبذر لازم قبل نحن نضلنا عم نقصها، هيدا اللي كنت عم بحكيه قبل شوي، انه اذا منستبقى قبل ما تزهر خليكي دائما عم بتشيلي، وهاللي عم تشيليهم اذا ما بدك تستعمليهم دغري فينا ننشفهم ونستعملهم بعدين. عرفتي؟ مزبوط، لانه بس حتى تعطي زهور معناتها خلص خلص السايكل تبعها. انا بدي ضلني مع المردكوش مع الحبق قبل ما تعطيني ازهار ضلني عم بقص منها، هيك بتضلها بتعطي ورق، بسبقها قبل ما تزهر انا بقصها بتقوم ترجع بتعطيني ورق جديد، بس حتى تزهر معناتها انه خلص السايكل تبعها، بدها تعمل بذره معناتها خلص يبست النبته الاساسيه. اوكي؟ نتمنى الصحة لكل نباتاتكم وشتولكم وورودكم، وضل بيتكم مزين، وكل النصايح موجودة بوجود كندا بعالم الصباح. ثانك يو كندا. ميرسي جوزيف. لكل المشاهدين نحن مكملين عالمنا الصباحي، بريك جدا قصير ومنعود للمتابعة، خليكم معنا ما تروحوا لمطرح.